أن يكون المبيع ملكا للبائع. ما يصير لا تبع ما ليس تملك. ما يصير أنا أبيع شيء لا أملكه. واحد يجيني يقول لي بكم هذا الجهاز تبيعه؟ قلت خذ كم بعته، حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أني أبيعه. فلا يستطيع الإنسان يبيع إلا ما يملك، أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل. إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع. والموكلون أربعة، الموكلون أربعة، إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل، فلان وكل فلان تبيع وتشتري لي وكذا، أعطى وكالة، الوكالات التي نعرفها هذه، فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا وكذا، هذا توكيل في الحياة. في التوكيل بعد الممات وهي الوصية، التوكيل بعد الممات وهي الوصية، أنا أقول إذا أنا مت ففلان هو المسؤول عن أولادي، أو هو المسؤول عن أموالي، أو يتصرف في أموالي، أو عندي ثلث هو يتصرف فيه أو كذا، هذا توكيل بعد الممات تسمى الوصية. وهناك توكيل بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي. إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار، من المسؤول عنهم؟ وليهم. من وليهم؟ شوف عاد، الأب، الأم، الأخ الكبير، وهكذا حسب الوصي الشرعي. الوصي الشرعي هنا، وهذا توكيل من الشرع، من الشرع. مثل واحد ماتت أمه وهو عمره 7 سنين، أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من أمه، أبوه يصير وصي عليه. وصي بماذا؟ بالشرع. الشرع هو اللي جعله، مع أنه المرأة ما أوصت، ما قالت إذا أنا مت أبو عيالي هو اللي يدير باله على مولع، أو كتبت وصية أو كذا، ما سوت شيء، موت فجأة مثلا. فلذلك هذا وصي بالشرع، وصي بالشرع يسمى الولي، يسمى الولي. والرابع هو الناظر، وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف، وسيأتي الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى. إذا إنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف، يدير باله على الوقف، مصاريفه، أموال اللي تخرج منه، كيف تصرف، كيف كذا، هذا يسمى ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف. إذا عندنا الوكيل، وعندنا الولي، وعندنا الوصي، وعندنا الناظر، كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال، غير صاحب الملك الأصلي. غير صاحب الملك الأصلي في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا، إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل، وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له، وإما أن يكون وليا وهو بتعيين الشرعي له، وإما أن يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف. فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك، وليس له أن يتصرف في أموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا إيجار ولا غير ذلك، لأنه ليس هذا من حقه. وطالما ذكرنا هذا ننبه أن العقود في الشرع اللي سيأتي الكلام عليه 4 أنواع: عقود معاوضات، وعقود شركة، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات. عقود المعاوضات اللي هي البيع والإجارة، عقود التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة، عقود التبرعات اللي هي الصدقة والهدية، وعقود والوصية، عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه، شركة العنان، شركة الأبدان، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله. المهم أن العقود أربعة، أنواع العقود أربعة: إما معاوضات، وإما تبرعات، وإما توثيقات، وإما شركات. الآن هنتكلم عن عقود المعاوضات، وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع. أشهر عقود المعاوضات، في شيء مقابل شيء. التبرعات ما في شيء مقابل، بس انت تدفع هو ياخذ ويمشي، لكن البيع مبادلة، مال بمال، تاخذ وتعطي. تبرعات تعطي ما تاخذ، وهو ياخذ ما يعطي، ها عقود تبرعات. عقود توثيقات بس مجرد أضمنة، لا تدفع شيء ولا شيء، بس مجرد ضمان، تضمن هذا. زين، الشركات لا، اثنينهم يشتركون في عمل معين، وسيأتي الكلام في هذا بالتفصيل، لكن الشاهد من هذا أن هذه أنواع العقود. الآن عندنا
الإنسان لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري إلا ما يملك، ليس له تصرف بأموال الغير. طيب لو تصرف واحد، جاء وتصرف باع سيارتك، قال لك أبي سيارتك عندي مشوار مثلا، وهو رايح فيها جاء واحد قال تبيع لي السيارة وعطاه سعر زين، قال والله خوش سعر، أنا خابر فلان يتشكى مرات من السيارة وكذا، خلى بيعها له. قال له تم كم؟ قال له مثلا 5000. قال له ذاك اشتريت، أعطاه 1000 وقال له 4000 بعد التسجيل، يلا مع السلامة مع السلامة. راح حق صاحب السيارة، وين السيارة؟ قال بعتها. قال نعم. قال بعت، شو بعت؟ قال بعت سيارتك. شو بعت سيارتي؟ قال بعت سيارتك، والله خوش سعر ترى، خوش زين 5000، هذا 1000 وباقي لك 4. هو مو مستفيد شيء، بس انه يعني نصوح على قولتهم، نصوح ملقوف زين. فقال له بعتها لك وكذا. فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ هاي يسمونه بيع الفضولي، بيع الفضولي، يعني واحد باع شيء غير ماذون له به، ما هو وكيل. احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق يتصرف، هذا لا هو وكيل ولا هو شيء زين. باع سيارته، باع بيته بحسب الميانة على قولتهم. طيب قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباع له. فهنا هل يصح هذا البيع؟ على مذهب أحمد لا يصح بيع الفضولي، لا يصح، وينفسخ هذا البيع، واللي اشترى إن قال له ضحك عليك، يعني مفروض تطلب أنت دفتر السيارة، تطلب هويته وتتأكد وكذا، واضح؟ أو عنده وكالة أو عنده كذا، وباعك ما لا يملك، باعك شيئا لا يملكه، قالوا فلا يصح البيع. بعض أهل العلم ومذهب الشافعي وهو رواية ثانية عن أحمد أنه يصح، لكن بشرط شنو؟ إذن المالك. لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة بخمسة آلاف، قال شلون بعتها؟ قال أحمد ربك سيارة كم بتجيب لك؟ قال أنا مرة عارضها من زمان بأربعة آلاف، جبت لك بخمسة، إيش تبي بعد؟ قال جزاك الله خير، أذن. لكن أذن متى؟ بعد البيع. فهل يصح البيع ولا لازم تتم صفقة جديدة؟ لازم يرد مرة ثانية ويقول له ايش بعتك، ويقول ذاك ايش قبلت، او تم البيع على ما اتفق عليه الاول لان باع ما لا يملك. القول الثاني في المذهب انه يصح بشرط رضا المالك، اذا رضي المالك صح البيع، اذا لم يرضى المالك طبعا قولا واحدا، لم يرضى المالك ما يتم البيع. لكن القول الثاني انه يتم برضاه، القول الثاني انه لا يتم ولو برضاه، لابد تبدا ايش عمليه من الصفر مرة ثانية، تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو رضي. المشهور في مذهب أحمد أن حتى لو رضي ما صح البيع، الكلام اللي كان بينه وبين هذا لغو، لأن باع شيء إيش لا يملكه، كلام لغو، كلام لغو ما له أي قيمة، فذاك لابد أن يتم البيع من جديد. القول الثاني يصح إذا رضي، والأظهر والعلم عند الله أنه يصح إذا رضي، وهذه ليست دعوة الواحد يروح يتصرف بأموال غيره، لكن قالوا يصح إذا رضي. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادما عنده أن يشتري له شاة بدينار، أعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاة، فذهب هذا والظاهر أنه جيد في البيع والشراء، حصل له شاتين بدينار، استطاع أن يشتري شاتين بدينار، وبعدين باع واحدة بدينار ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وأعطاه شات، فالشات طلعت عليه شنو؟ بلاش. فقال الرسول ما هذا؟ أنا أعطيتك دينار تشتري شات، رجعت الدينار وجبت لي شات، منين جبتها؟ قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت إحداهما بدينار. واضح؟ يعني اشترى جملة وباع مفرق. طيب قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار، هذا الدينار وهذا الشات، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. هذا الرجل أذن له بماذا؟ بالشراء فقط، لكن هو اشترى وباع واشترى، واضح؟ هذه كل التصرفات اللي تصرفت تصرفات ايش؟ فضولي، تصرفات فضولي، والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل أمضاه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن تصرف الفضولي موقوف على إذن المالك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه إذا أذن المالك
صح بيع الفضول وإذا لم يأذن لم يصح. نعم.